السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ شر طيبين، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه رقم 18 من لعبه بوردر لاند 3. ولا تقول ما نبدا، اضغطوا زر لايك وسبسكرايب. شكرا لكم على دعمكم بالحلقات الماضيه، اتمنى توصلون دعمكم وخلونا نكمل باللعبه الجميله ذي بسم الله. طيب احنا عندنا مهمه طلعت لنا نهايه الحلقه الماضيه يا شباب، ان شاء الله راح نقدر عليها. المهمه هذه هي بالليفل 30، وانا زي ما انتم شايفين بالليفل 31 الحمد لله، فصراحه يعني اقوى من المستوى المطلوب للمهمه اللي راح نلعبها، فان شاء الله راح نقدر عليها بسهوله باذن الله. وبالنسبه للاسلحه خلنا اوريكم الاسلحه على السريع. الاسلحه عندنا اللي هو الرشاش ذا الصغير، صراحه الضرر حقه عالي، وفي صراحه اللي هو الرشاش ذا الكبير، يعني صراحه من افضل الاسلحه اللي جاتني من بدايه اللعب ذي راح تشوفون. وفي عندنا الشاتجان ذا الذهبي صراحه مره بين عليه قوي، في عندنا مسدس ذا من الحلقه الماضيه كمان صراحه بين عليه مره قوي، والدرع صار اقوى، الدرع مره صار اقوى، والجرامبل خلونا نحط فيه واحده جديده اشتريتها مره اقوى بشكل كبير، شايفين؟ فصراحه دحين احنا ان شاء الله صرنا اقوى بشكل كبير، وان شاء الله المهمه هذه ما راح نعاني فيها باذن الله راح نقدر عليها على طول. فدحين خلونا نروحها. Powers first manifested, I knew I would need a covert area where I could experiment with them. Using an iridium-based amplifier in the open would draw unwanted attention, and this abandoned doll mining operation would provide the cover. شوف السلاح ذا يا شباب كيف صراحة الطرة اللي يسويه مرة كبير، بس الرصاص صراحة كمان اللي يصرفه ما هو مرة يعني بشكل كبير، صراحة قاعد يساعدني مرة مرة بشكل كبير. عنديهم كذا ايه، بقي لنا واحد بس. خلينا هنا الاخير ذا، خلاص مات الحمد لله. نقتل كم واحد هذول اللي هنا؟ هذا ليفل 29 هي على طول. اوكي في شيء هنا. غالبا بس لازم نكمل طريقنا. على هنا صراحة بحاول قدر المستطاع يعني ما اقتل الاعداء اللي لازم اقتلهم. ننزل تحت نفتح البيبان ذي، نفتح اللي بعده. هي 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 كذا اخير هنا، يا ساتر خربت ابوكم. فينهم فينهم؟ هدي هدي بت ابوك المعدوم ليفل 29 وجاي كمان. هي راح نرجع، راح نرجع اكيد ان شاء الله. نقتل ذا اللي هنا، خبيتهم كلهم كذا قريبين. نخبيهم من القنابل، نرجع له على ورا، نرجع له على ورا. نقتل ذول اللي هنا، ساترهم كثير. فين ذا؟ فين؟ يا سلام هي. اوكي ذا نهايته، خلاص رجعنا. يا سلام والله زي ما اقول لكم صراحه الرشاش ذا مره رهيب. خلنا نشوف ايش عندنا هنا، مدري على فوق هو وعلى فوق. لازم اطلع من هنا. خلونا نقتل هذه اللي هنا. هي هي نديها كذا، السلام عليك. نشوف هنا فوق دحين ايش فيه. ترى هذه ممكن لازم افجرها بالبدايه. يا سلام دحين خلاص بدنا نعدي. بس اخذ الرصاص اللي هنا. اوه هنا باين في اعداء واعداء كثير كمان. طيب طب خلنا نخش فيهم. يا سلام سلم. هي هي اللي بعده. والله صراحة شباب الزعيم اللي واجهناه بالحلقة الماضية يا لطيف الطف، تقريبا صراحة أقوى زعيم واجهته باللعبة. وأعتقد صراحة يعني القادم حيكون أجمل، عشان احنا تقريبا دحين بنهاية اللعبة. احنا واصلين اللي هو الشاب ترى اعتقد 18، وهي اعتقد كلها 23. يا لطيف ذا، شوف الضرر قاعد تسويه. فتقريبا خلاص يعني احنا على نهايه اللعبه. نقتل ذا بس.
فين فين ذا فين؟ خلاص قريب انهي. شوفين الضرر اللي قاعد تسوي للسلاح ذا. يا ساتر والله صراحة مرة رهيب. يا رصاص خلص يا الله. خلنا نحط السلاح ذا. والله صراحة الرشاش أهم سلاح عندي. لازم صراحة أحط الرصاص حقه. هي 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 باقي الأخيرة بس. نظبط نفسنا بالرصاص. أعتقد إحنا لازم نطلع لفوق. خلنا نطلع لفوق. خلنا بس كمان أخذ الرصاص اللي هنا. يا سلام يودون كل شيء. You know, these derelict remains of my old employer's mine fill me with nostalgia. Ah, the good old days when I was an ambitious researcher, led only by limitless creativity and unbound by archaic concepts like ethics. تقريبا كل اللي احتاجه بس اللي هو حبة الرشاش. اوه هنا في كثير. طلع لي حبيبي طلع لي. يا ساتر في ذا هنا كمان. هذي من القنابل. مين يا لطيف يبديهم كذا. رجع رجع لي على ورا رجع لي. نحط اللي هو الرشاش. طلع لي على فوق. هذا قريب يموت. يا سلام هنا. خلاص هذا كذا راح يموت. هي هي اللي هنا. والله الصراحة شباب لما تلعب المهمة وانت بليفل عالي يعني خذوها صراحة من مجرب يعني والله شيء جدا حلو. عشان كنت بديت اللعبة انا لما اروح العب المهمات الرئيسية العبها تقريبا وانا اقل من الليفل المطلوب تقريبا بلفلين عارفين كيف. فصراحة كنت مرة اعاني بينما دحين الحمد لله خلاص صارت يعني اسهل مرة بشكل كبير. ويلك لسه في هنا هذا في كذا يهديه. خلينا نرجع لهنا. لازم ندخل هنا. خذ خذ الاشياء اللي هنا. اطلع لي على فوق اطلع لي. اوه يا ساتر هديه هديه. هي 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 لسه في ورايا كمان يخرب بيتهم. ناخذ الرصاص اللي هنا بس. اوكي لازم انزل على تحت. ناخذ الشهادة اللي هنا. طيب دحين لو متى راح يدونا من هنا؟ وين صراحة المكان دحين نبغى نروح راح يكون ما هو سهل. Now cross that sky bridge. We must obtain my iridium amplifier if we are to stand a chance against those turrets. والله طيب يا لطيف شوف البقاي ذا. يهدي من القنابل. هيا هيا لازم ننهي ذا بالبداية. الصبغ ان شاء الله راح يكون سهل. ابن الذين بتموت امزح معاك انا. يا سلام جيبها الحمد لله. دبل كودوز ماي لاب ازنت فار ناو. خلاص خلاص برصاص. ميكينج بروجريس بليز بوت داون ذا بلو تورش. اوه انت مشيت ورايا. خلنا نغير سلاح. انت الشوت جان ذا صراحة شكل كان مدمر. ويلك هنا في اشياء دي. غير غير سلاح. تهديهم. يا سلام المهارة دي صراحة أفضل مهارة عندي. نروح المكان المطلوب سريع. أنا أحس الحشرات هذه اللي هنا مرة كثيرة. هنا ايش عندنا الحين؟ هذا باينه لازم اطلق عليها. والله الحمد لله انا كنت مؤخر. يفضل كذا. يا ساتر يا ساتر. قلت الاشياء دي عشان نعرف هنا ايش نسوي بالضبط. يهديها كذا.
راح ما ابغى استخدم عام الرشاش. اوه لطيف بس مره كثيرين. خلنا اخونا جعل هنا المكان اللي نبغى نروح له فوق ولا هنا؟ اعتقد انه تحت. ايوه تحت تحت. ممكن ننزله من هنا. خلنا ننزل من هنا. ايوه مداني. ساتر على فين جينا احنا. ناخذ الاشياء اللي هنا. تقريبا كلها اضعف. يا الله نحط الخنزة تحت كمان. حشرة دي كمان هنا. خش اللي من هنا. خش اللي بس. You're looking for a saucy little minecart called Kate. She will show you the way. Brief and tumultuous affair that ended when our tracks went separate ways, as they say. Now, caress the minecart. Just trust me on this one. Oh, shut up, Kate. مش عندنا هنا. اطلق عليها. مصقعها. Barkids, destroy them. My lab, they could damage my precious equipment. Overwhelm them. طب الرشاش لازم اقتلها. ادي دي الرشاش. ادينا الرشاش. ما ينفع ما من الرشاش. والله يا كثيرين. خلنا نحط مع الثاني المبغى ذا. يا لطيف والله يا كثيرين. جعل جعل على ورا. ظل عليهم والله مره كثيرين. السلام عليك اديهم. نرجع لهنا. يا ساتر يا ساتر والله لسه كثيرين. نرجع لورا بس عشان درع يزيد. قتلنا واحد منهم بس والله لسه باقي كثير. يا لطيف الطف. انا فين شبت انا؟ فين فين؟ كنا قتل واحد منهم. هي هي هنا عبيس. هي اوكي رجعنا رجعنا الحمد لله. اديهم كذا. يا لطيف والله يا مره كثير. رجعنا رجعنا على ورا. خلنا بنرتاح حول قتل اللي بالارض بس بعدين بس باقي اللي يطيره. هذا اكيد راح يموت. يا سلام. خلنا بابو السم اللي قاعد تضربوه. ويلك لسه كان على بالي بخلص بيخلصوا. الله يا سلام عليك. كم واحد بس كم واحد بس. نشوف ايش عندنا. Thank you, Kate. We'll catch up soon. Now, Vault Hunter, the entrance is just down that corridor. You are nearly there. هروح مع المدخل ذا. There it is, my iridium amplifier. We'll need to bring it back to Roland's rest. Disable those couplings to begin preparing it for transport. شوف الشيء هذا لازم أطلق عليه أعتقد. But for you, I will make an exception this time. فكنا اثنين بس. Now, lower the amplifier. I believe one of those switches is more than up to the task. Well done. I see why Lilith always sends you to do, well, everything. For now, we can install the amplifier in Roland's rest. I've already instructed that human sculpture Vaughn to assist you in its transport. You can meet him in the garage downstairs. You ready, bro? Let's do this.
شو المكان اللي جيناه؟ يا سلام إني في حقة رصاص. نظبط نفسي. خلاص خلاص كله تمام. بس كمان أخذ الأشياء اللي هنا. سلاح ذا قوي. أنت لا أخذ الشنطة فل. خلاص خلاص ما علينا خلنا نكمل. أوه شو السيارة دي الرهيبة. يا ساتر لازم نبص من هنا يا لطيف. والله باين على سيارة مرة قوية يعني حتى لو جوا أعداء إن شاء الله راح يحطموها لنا على طول. Also, smash spider ants are a banned delicacy. Just saying. COV! Let's mess them up! Welcome to the danger zone, punks! That's it! Blood fume! You hit him with the هدي هدي يا ساتر ادعس ادعس ان شاء الله اطلع هنا بسلام باذن الله. ويلك ربي جيه يا لطيف ادعس ادعس ادعس. والله سواقة صراحة السيارة باللعبة دي ابدا ما هي سهلة. انا اول مرة اشوف يعني انك تلف كذا بالهزاز غير الكاميرا كذا. والله فين المكان اللي نبغى نروحه؟ بس على حسب كلامنا قربنا يا الله. شرد شرد. لازم اطلع عليها. اي والله لازم. هي فتحناها. يا سلام هيا الله الحمد نعدي. أخيرا وصلنا. We made it. My blood is pumping. I love this planet. Go Sun Smashers. I mean Crimson. طبعا المكان اللي جينا قبل كذا خلينا نكلم ذا نشوف ايش عنده. Vault Hunter bro, I gotta say, I've been on a lot of crazy road trips, but your driving skills, they're tasty bro, they're tasty! So, if you wanna ride sometime, you just let me know bro. Road trip! Whoa, sorry, I got a little carried away there. Anyway, we'll guard the Iridium flippity-flu and rally the troops. When Lilith gives the word, it's go time. Oh, can you ask the lady ghost head friend to stay out of my head from 8 to 11? That's where I keep the special thoughts. I'm stronger, complete. Deadlier. والله الحمد لله صراحة يعني توقعت تكون مهمة أصعب من كذا. بس الحمد لله خلصناه بليفل 32. يا سلام. يعني صراحة ممكن اللعبة عرفنا كيف عشان اخر مهمة لعبناها كانت صراحة مرة صعبة فتقريبا يعني يبغوا يريحونا بالمهمة ذي. صراحة ما كانت مهمة صعبة ما واجهنا ولا اي بوس فيعني الحمد لله. يعني الحين خلونا نرجع اللي هي المنطقة الرئيسية. باين عندنا مهمة جديدة كمان طلعت لنا وراح نلعبها كمان بالحلقة ذي. راح نلعب كمان مهمة رئيسية فراح نكمل دحين بالحلقة عشان صراحة المهمة هذي دوب لعبناها يعني ما كانت مرة طويلة. الحين خلينا نشوف المهمة الجديدة اللي طلعت لنا. اوكي الحين رجعنا هنا باين القائد لازم ننزل نكلمها. بس خلوني اوريكم انا دائما لما اوصل ليفل جديد
اجي عند ذا تقريبا اربع دقائق وجدد اللي هي الاسلحه. خلنا نشوف اذا عنده اسلحه جديده. 85 هذا رقم اللي عندي نوريكم زي كذا قارن. اروح اللي هو الرشاش اللي انا حاطه اللي هو فين؟ ايوه اللي هو ذا شايفين اللي نبغى نشتريه الحين اقوى بشكل مره كبير. بس خلنا نشوف اذا في كمان اسلحه كمان. الشات جان ذا صراحه مره باين عليه طيب النوع ذا اللي يجيك يعني الشات جان الرئيسي اللي شكله يعني زي شكل الشات جان الحقيقي مره يجيك يعني مره قوي. الرشاش ذا صراحه بس بشوف اجمد من الرشاش اللي قاعد استخدمه. لا والله اللي قاعد استخدمه اقوى بكثير. بعد المسدس ذا اعتقد انه اقوى من المسدس اللي قاعد استخدمه. لا والله اللي قاعد استخدمه اقوى. هذا 112 هذا 141 بس خلينا نشوف حق 141 اقوى. لا والله حتى ذا اضعف من اللي عندنا. الشات جان ذا صراحه اتوقع اقوى من اللي انا شايله. لا والله كل شيء اضعف تقريبا. بس خلينا نشوف ذا ب 83 تقريبا 76 واقوى. ما ادري كيف صراحه. راح اشتري الشات جان ذا وراح نشتري اللي خلينا نشوف الرشاش ذا بس اقوى ولا لا. والله اقوى خلاص. راح اشتري اللي هو راح اشتري الرشاش ذا. بس خلينا بالبدايه ابيع كم شيء. ايش في اشياء بستخدمها؟ او ذا 200 والله ذا ممكن قوي. الشات جان ذا راح ابيعه. والمسدس ذا راح ابيعه. ايش في شيء كمان؟ خلينا نبيع القنابل ذي. الدرع ذا اضعف. ذا 200 صراحه ما ادري خلينا نخليه. السلاح ذا معي من زمان صراحه ما ابغى ابيعه مره رهيب. خلاص خلاص. خلنا نشتري اللي هو ايش قلنا احنا؟ انا يا الشباب ابغى اشتري اللي هو بالبدايه الرشاش الصغير. اللي هو 85 ذا خلنا نشتريه. خلونا كمان نشتري اللي هو الرشاش اللي شفته اقوى. فين الرشاش اللي شفناه اقوى؟ اوكي هذا الرشاش اقوى خلونا نشتريه كمان. خلونا كمان يا رجال نشتري اخر شيء اللي هو الشات جان. ولا الشات جان خلاص خلونا على اللي احنا عليه دحين. واجي دائما هنا كمان اشوف اذا عنده قنابل اقوى. شايفين عنده هذه مره اقوى بشكل كبير. هذا 112 هذا 111 تقريبا ما في اقوى من 112. فناخذ اللي 112. يعني شايفين كيف لازم بسرعه صراحه الفلوس تصرفها عشان لو تموت تقريبا الفلوس كلها راح تروح. طب خلونا نبدا نغير الرشاش ونحط الرشاش الجديد اللي اقوى. خلونا نحط الرشاش الجديد اللي جبناه كمان اللي هو ذا. شات جان اشترينا. لا مسدس صغير اظن اشتريت. والله ما اظن اشتريت. اشتريت انا مسدس صغير. لا 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 ما اشتريت. خلاص اجل خلونا على ذا. شايفين هذا الرشاش الجديد صراحه مره باين عليه قوي. وهذا اللي هو الرشاش كمان الجديد تقريبا كان عندي زيه بس تقريبا يعني هذا اقوى. ايش اشترينا كمان؟ الشات جان لا اظنه من اول. ان شاء الله اسلحتنا كذا خلاص مره قويه. وعندنا كمان نقطة مهارة خلونا نستخدمها يا شباب. نقطة المهارة اعتقد هنا الضرر يكون اعلى فخلونا نستخدم ذي. تقريبا باقي لنا مهارة واحدة بس ويصير ما دام نفتح المهارات حقت الاشياء اللي نطلقها ذي الخفافيش تصير اقوى. فتقريبا بس مهارة واحدة باقي لي ويصير خلاص نفتحها ان شاء الله. الا راح نفتحها باذن الله. خلونا نروح لذي واكلمها شوف ايش عندها من مهمة جديدة. اوكي Tannis's iridium amplifier is in place, and Vaughn's forces on the ground are at the ready. We're not going to get a better chance to move on the Calypsos. Incoming transmission! The Calypsos, got it. Hey, turd farmers! Check this out! Take a look out the window! Turd's about to blow your spine out, giraffe! Atul, I'll give you a look. والله ماني شايف شيء. يا ساتر استر. God power bitches. استغفر الله العظيم. Emergency. يا لطيف شو درجة ايش سوي خرب بيتهم. Everyone all right? Aye, pero how did you like phase lock the entire moon? Wow. What the hell is going on? It's the freaking moon, you idiots! The key to the Great Vault has been in front of your dumb faces this whole time!
See, I was planning to leech enough vault monsters to charge it myself, but then you handed us your stupid siren friend, and now Troy can just use Iridium. Once I charge Elpis, the great vault will open. I'll leech the monster inside, and we become gods. We'd invite you to our place for the grand opening, but, it's kind of a family thing. See you at the end of the world! I know! Yes, I trust her. Unless... Is it too late to join the COD? Get together, Claptrap! Lilith, we must stop Troy from opening the Great Vault, but as long as he's infusing himself with Iridium, he will be nearly invincible. Then we'll cut off his supply. Vault Hunter, once Tanis takes out those turrets, you lead a ground assault. I will take them apart. And whoever has a death wish can take on Tyreen and Troy. A death wish, you say? I wish for nothing else. Ava, you good to back up the Vault Hunter? Yeah. يا سلام اللي بين راح تساعدنا. Right. We gotta run towards the fire. Let's go, everyone. Vault Hunter, get geared up and say your goodbyes. This is it. Talk to me before you head down there, killer. لازم نكلمها بالبداية. Say goodbye to Eva. Say goodbye. يعني البقية نقول لهم goodbye. صراحة ما أدري ممكن هذه المهمة الأخيرة. صراحة ماني متأكد. أنا اللي أعرف إنه اللعبة صراحة 23 شابتر. واحنا اعتقد الحين بالشابتر اعتقد رقم 19 او 20 صراحه ماني متاكد بس لكن ما اظن صراحه انها المهمه الاخيره خلونا الحين بالبدايه قبل ما اروح اكلم ليا خلوني انزل اكلم الكل كذا والله صراحه كانها المهمه الاخيره يعني بيننا راح نواجه الأخ والأخت هذولك. أوكي خلاص كلمتهم كلهم. كل اللي سويته بس رحت وكلمتهم. خلونا نجي هنا. والله الصراحة كأنها المهمة الأخيرة بس صراحة ما أعتقد إنها الأخيرة. خلونا نجي دي وكلمها. I will answer death's call wherever she leads me. Time to beat some COV ass and take down the Calypsos. Head to Roland's Rest. Vaughn and Tanis will be ready for you. It's on. Time to ice those Calypsos and save Pandora. Then we gonna party Baylex style. Okay, دي حطلعتنا مهمة. نروح لها في منطقة الحزب نروح لها. والله كم مهمة جانبية طلعت له والله كثير إن شاء الله بعد راح نلعبها هذه حنروح المكان المطلوب نروح الكوكب ده جينا قبل كذا بس بنجي دحنا على هنا والمكان اللي نبغاه أوكي هنا قريب الحمد لله في عنده سفر سريع نتكلم ذا الحين. That is the stuff legends are made of. Holy crap sauce, that was one hell of a ride. Vault Hunter, it is time. Once you take down those turrets, we'll storm the stronghold together. Well, time to be a hero. Whenever I imagined saving the world, it was always by curing a bioplague I'd accidentally unleashed. Man, that thing looks dangerous. So what, like it gives you superpowers or something? Kind of want to lick it. I am ready. I hope. Oh, hi. Whoa, this pro-net is charging. Go, 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 go. Siren light! I feel powerful. بان صارت قوية الحين. ويلك اختفت يا لطيف. Vault Hunter, I'll meet you up ahead. If I'm to moonlight as a hero, I should use the vernacular, yes? It is go time! Now drive, Vault Hunter! Drive like you're heading for a cliff with a loved one! But to my position! Catch your ride, I'm heading out!
area, Vault Hunter. I'll need to focus while I whisper sweet electrical nothings to those turrets. قاعد تسوي له ضرر كبير. انزل انزل خلنا ننزل تفاهم معاها. هلا 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 هذا لازم لهم سنايبر. خلنا نحط بس السنايبر على السريع بدل اللي هو الشاتجان. فنجمة السنايبر عنده اعتقد انه هذا هو. ايوه هذا نجمة السنايبر. يا لطيف شري شرية. شوف ما يقدر اطلق ولا ايه؟ خلاص تسوي اي ضرر. ترى هو يقول تعال على هنا. ما يمديني اسوي ترى اي شيء الاشياء ذي. لازم اقتلهم هنا. والله الصراحه الشات جان كان مسدس عادي. عارفين كيف؟ يعني قصدي بنظامه يعني ما يحتاج يعني لازم اطلب السكوب. My kid! Stop this thing! Secretary! الظاهر الصراحة اللي قاعد تسويه مرة عالي. نجرب القنبلة الجديدة. يا سلام. ورصاص خلص يا لطيف بسرعة كذا. تبجي لي واحد بس. يا لطيف شو الشيء ذا. نطلع لفوق. قدر خذ الرصاص اللي هنا. نشوف هنا ايش عندنا. Executing phase shift. Let the controlled chaos commence. خلاص بدنا نعدي. ايوه خلاص حتى ما حط لنا انه خلاص بدنا نعدي. ونرجع للسيارة حقتنا. عشان انا صراحة لاحظت يعني كنت قاعد اطلق عليهم وقاعد تصير اي ضرر. وانه من اللعبة نفسها يعني ما يمديك. هذا حبايب منطقة جديدة نروحها. يا لطيف شو الاشياء دي. Jacob's rides with you as well, Vault Hunter. Let's show them zealots come out of the Crimson Raiders. Let's do this, Shiz! V-Team, Operation Wild Ride is a go, 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 go! والله الصراحة شوف زي ما أقول لك يعني ماني متأكد هذه المهمة الأخيرة ولا لا. الصراحة من اللي شايفه يعني أنا أتوقع أنها صراحة المهمة الأخيرة خلاص. لعبة صراحة والله جدا جميلة ابدا ما توقعتها حلوة زي كذا. اوه تحملين عندي الله يهديك. هي هي. لطف بدنا نعدي من هنا يوم ذا الحمد لله. ساتر احس كل شيء ذا اللي فوق. الله يا لطيف. هو ذا المكان اللي نبغاه. شفنا التيم كله هنا على السلام بين راح يساعدوني. حلو ايفا خلنا نتبعها. انفجرها. اخر خلونا نطلق. اوه يا سلام. You got nothing. هيا هيا عليهم عليهم عليهم. I got you, Ava. Come on. Full moon party. السلام عبد الرحمن قرشه صراحة مرة رهيب. تقريبا هذا الاخضر اللي قاعد يجي عليهم زي السم. يعني حتى بعد ما اخر عنهم جيهم ضرر. اوه فحت قريب يا ساتر. Limited edition star glasses so you can gaze upon us without
going on? Gods, bitches! It's happening! اللي يعجبك كمان صراحة بخيرة حقتها مرة عالية مليون ما شاء الله دي كده دي من القنابل رشاشة جديد يا ساتر استر هي عليه عليه هي قرب ننهيه حنهيه يعني حنهيك ان شاء الله كبعد ابن الذين والله الصراحة سلاح ذا رهيب بس انه مرة بطيء شفنا على الثاني ايش برجع لي على ورا والله الصراحة لازم غير الرشاش ذا شباب نحط اللي هو نحط اللي كنت استخدم الحلقة الماضية صراحة كان مرة رهيب فينا هذا والله صراحة سلاح مرة رهيب اوه لسه فيه هنا كمان اشك طيب شوفوا ذا خبت ابوك يدينا قنابل بس خاصم كتبنا هنا يا لطيف بس رجعنا الحمد لله شوفوا ذا صار قدير رجع رجع لورا رجع هي خلاص حنية ان شاء الله الحمد لله مع الوحش ذا توقع على القنابل بدي واحدة بس يا سلام عليك شفنا كم واحد هنا ولا هذا عربي جي اشوف الضرر العادي انا هي بت ابوكي خلاص بتموت والله الصراحة شوف الحمد لله مع الوحش ذا لو انه مو معاي صراحة تلاقون العب حضر بشكل اكبر تلاقون ارجع لورا بزيادة تصير تقريبا بداية اللعبة انا ما دحين خلاص الحمد لله بمنه مع الوحش ذا نعاطوا اروح وخش فيهم بس اخذ رصاص اللي هنا بس اخذ لسه كمان فيه انا كنت واحد هنا يهديه يا سلام خلونا نروح مع المدخل بس بالبداية خلونا نظبط نفسي برصاص شوف الأسلحة اللي هنا جامدة تقريبا كلها ضعيفة بس خلونا ناخذ الأزرق ذا عشان كمان نبيعه اوه يخربت أبوه طب اموت لسه ابن الذين خلاص نكمل والله مع انه رصاص ما هو مرة كثير بس ان شاء الله قدام راح نلاقي يا لطيف والله صعب ندمرها ايوه مو لازم ندمرها بس تقريبا هي تنزل اعداء عليه خلاص خلاص كده مات والله صراحة افضل من الرشاش الجديد اللي اشتريت الرشاش ذا مرة بكثير صراحة يا صاحبي كيف كده عندنا اثنين يا لطيف يا لطيف جت دفعة كمان وراه الله هو مره كثير طب هو اصلا طريقه من هنا بس ما ادري بدنا اعدي من هنا اصرح ما شايف اي طريق من هنا يعني هو بالبدايه ممكن لازم ما لازم اقتل الاعداء اللي هنا بس خلينا نطل عشان اوصل هنا ايوه لازم مع البواب اللي على يساري ما في الا الطريق ذا تقريبا مدرسة راح ما هي مفتوحة فأنا لازم بالبداية لازم أقتلهم هي
عليهم كمان. يا لطيف. لا والله طيب لازم اقتلهم في البداية. اخطط عنه. هي بيموت بيموت. شوف القنبلة قديش هالضرر قاعد تسوي. يا سلام. الله هي هي بموت. لا انا قاعد اشوف الضرر قاعد يجيني عالي مره. هذا الله ياخذه قريب. صار حتى احد ينسوي ضرر كبير. راح ننهي راح ننهي ان شاء الله. هي هي الوحش مدري فينه. اوه رصاص خلص. لا مو ضلنا فيه. يا ساتر استر. يا الله يا الله والله يبغى اروق انا. والله كثير. نخلو يجي يساعدني. اشرد اشرد اسمز مواجههم. الحمد لله انه مو لازم. شفتوا قديش كثير. ايش عندنا هنا؟ لازم يجي من هنا. ناخذ الرصاص اللي هنا. نطلع من هنا. الله ما مداني. الله ياخذكم خلونا اعرف اطول اشوف راح من فين. انا صراحة ما ادري كيف اوصل هنا. ما في طريق ولا ما في. اجرب مرة ثانية ممكن بننقز ان شاء الله مدى. الله ما مدى. من هنا طيب. صراحة قريبة ماني داري من ثلاث طريق بالضبط. كيف اطلع على ممكن من هنا اشوف. ايوه من هنا من هنا واضح انه من هنا. يا لطيف شوف قد ايه. كله كله يا ساتر. وش في روح تحديه. يا سلام بتقبل الحمد لله. يا لطيف والله حرب ذي. كل شيء. خلاص كل صرت كل. Keep the heretics at bay while we prepare for our divine transformation. نعم اتفقنا كنا ساحة زعيم. هذا الشيء. ايش خسر اللي على الضرر هي. بس تبون اقتله. مو معقول انه بهذه السهوله. صدقوني مو بهذه السهوله. اعتقد انه زياده تسخير عشان بعده في زعيم. اوه الشيء ذا يسوي ضرب مره كبير. راح ياخذك ايش عن الامر مثل قنبله. تدي من القنابل. وراك وراك. انا خبيت ابوه. هي 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 قريب من هي قريب من هي. كله في احد هو جاء معاه كله. والله اسمه غير السلاح. فين فين فينه؟ راح ياخذكم ايش قلت له جيتوا. خلنا غير السلاح خلنا نحط اقوى سلاح عندي. يا لطيف الشيء ذا. فين فين؟ يا سلام هي هي بقى اخر بار بس. حفظالكم انتم حفظالكم. بس خلونا نقتل الزعيم حقكم. جيب انديه انديه زهي بتنهيه. طلقة بس كم طلقة. يا سلام هيا تعال انت وفين هم دولي. هذا احنا لازم نقطعها. بس قبل ما نقطعها والله صراحه شوف ضروري نظبط نفسي بالرصاص. خلاص هذا احنا نشوف ايش عندنا. وانه في اشياء ممكن لازم نقطعها.
هي 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 اللي بعدها. You there. هذا فين؟ فين اللي قاعد يطلق ذا؟ يا حبيبي بس نطلع فوق. من فين نطلع؟ اها من هنا. هي هي هي. والله بحاول قدر المستطاع. يعني الرصاص حقي ما اصرفه. اللي هنا. تروح الأخيرة. هي هي من هنا. هنا. خاف الوحش حق يموت. هي خير من فين؟ من هنا. يا لطيف الشيء ذا. طب طب خير نطلع له من هنا. اوكي احنا على فين؟ على هنا. هي هي سريع. شو لازم اطلق عليه؟ ما في شيء لازم اطلق عليه هنا. بس اكثر الشيء ذا. يا لطيف. يخرب بيتك انت ايش قاعد تسوي؟ اوه هذه اللي لازم اطلق عليها. يا سلام طلقت عليها. اوكي يا رجال اوكي. هذا الحين ننزل. والله بين في زعمة راح نواجهه. خلاص خلنا نروح. اوكي بين منطقة جديدة جيناها. How? Tanis, the Vault Hunter cut off his iridium supply. Where's Troy getting that kind of power? I have a theory, but you aren't going to like it, Lilith. Tyreen, he's using Tyreen. He's leeching his own sister to keep charging Elphys. Vault Hunter, you have to take out Troy. It's the only way. طبعا راح نواجه تروي اللي هو اعتقد اخو البنت هذيك مال اخو الاخت. فباين دحين راح ننزل هنا راح نواجه اللي هو تروي. ان شاء الله راح نقدر عليه. يا حبيبي ايش في هنا؟ Been waiting for this, Vault Thief. غير صدمة غير شيء كذا على طول تجيني وعلى طول تقتل الوحش حق. الله ياخذك. الوحش حق بتقوم. يا ساتر استقيم مشادية. شكرا رجعنا. والله صعب اساعدك. والله مرة صعب اساعدك. فين فين هو؟ خلاص خلاص لازم اخش فيه هو. يخرب بيت امك يا شيخ. والله مرة جامد. كيف الأشياء الصغيرة في منها؟ ما ماني شايف. طب لازم أطلق على ذي الحين. اللي بعده اللي بعده الحين اللي بعده هي. تبقى لنا واحد أظن بس. فين من الذين فينوا؟ تبقى واحدة كمان هنا. فين فينوا؟ هي هي ان شاء الله راح نهزمهم باذن الله. يا نفس يا سلام. فانو 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 عنها. وخر وخر دي دي من دي. والله انا ماني شايف. لهم الرصاص يخلص. تهدي من ديه. وخر 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 عنه وخر. فيها نقزة يا عيني عليك. فانو فانو فانو. وخر وخر عنه. والله يا هي تسوي ضرر تسوي ضرر مرة كبير. السلام عليك الديه. شوف كم جانا شيء الحمد لله. وخر عنه وخر. شيلوا لي ذي شيلوه عني. الله لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي 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 هذه لازم اطلق عليها. هنا هي. اوكي هي هذه واحدة. اللي بعدها اللي بعدها.
هي بقيت أظن اثنين بس. يا سلام. فين فين الرجال فينه؟ ضمن الذين أقرب أظن بقل بس الفصل الأخير. يا سلام أديها نقزة. ديروا ديروا من ذي. وخر عنا وخر 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 يا ساتر. لا لا. يا ساتر ايش قاعد تسوي هو؟ بنفسك برصاص. يا الله ايش قاعد تسوي؟ ولا ولا هذي ايه؟ كوكا ما جاني شيء الحمد لله. لازم اطلق عليها فين هي من فين تطلع دائما كفانها الا 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 عليك الديه راح ننهي يعني راح ننهي باذن الله شوف كم جانا شيء اديها نقزة يا سلام عليك ندي نديه وخر 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 عشق 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 يا ساتر والله مرة قريبين منه اوه فر فر من الذين اي عشك سريع يا ساتر كوكو كوكو وقت الشرطة السلام مجال شيء الحمد لله يلا مخيس نبغى ننهيك هيا في شيء اطلق عليها دحين اظن الحين برمي لنا الاشياء ذي اوه يا ساتر يا ساتر كوكو هديه هديه مجنن عارفين الضرر اللي قاعد تسير وياه ما هو مرة كبير وخر عنه وخر يهديه 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 اشرد توقف مجانا شيء الحمد لله السلام عليك كمان لا ما جانا شيء وخر هي علي عليه يا سلام عليك اوه خلقنا خضر رصاص هي بحب قد ربي من ذي اظن بدنا نطلق عليها شوف كم جانا شيء الحمد لله عشق عشق اشرد اشرد يا سلام ما جانا شيء هي هي عليه عليه قربنا يا رجال ننهي قربنا خفت ابوه والله يا مره جامد يا نقزة يا سلام عليك كمان كمان عليه والله بنهيك المخيس هيا يهدي من ديه اشرد 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 ابلع المخيس يا سلام نهيناه So close. Are they dead?
Towers never truly belonged to Troy. And now it seems they have found their rightful owner. Maya had a plan all along. Those suit you, Ava. But what about you? It's over. That's what matters. Yeah. Wow, look. Beautiful. Terrifying, but beautiful nonetheless. Here, Ava. You take it. Well, where do you want to go? Finish this together. Do you feel that? There's a god waking up beneath our feet, and we just took off its chains. Soon the destroyer will be free. Once I leech it, I'll be the only star left in the sky. Just something people say. Game over, bitches! شوف يا شباب انه بوردرلاند 3 جابوا الشعار تو بي كونتينيو، يعني راح يكملوا، يعني حتكون في تكمله بس بانه بالجزء الرابع، بانه من اللعبه دي راح يكون في جزء رابع وراح نكمل ممكن القصه. لا والله بانه دحين شكرا، بس كانوا بيخمونه كذا بيوروا انه في جزء رابع، بس ما اعتقد صراحه بان القصه كلها راح نعرفها بالجزء ده. Actually worked. You catch on quick. Good save. What's happening? The great vault is opening. Pandora. Pandora is the great vault. Hello? Hello? Is anyone there? What have you done? The universe is doomed! Whose echo is that? Vault Hunter, check it out. خلنا ندخل بس ناخذ الشيء الطيب اللي هنا. دون الدنيا كل شيء. والله صراحه يا شباب زي ما انتم شايفينها بليفل 33، يعني اضطريت صراحه اني اروح اقوي نفسي. لما كنت العب المهمه ذي ببدايتها كنت بليفل 32 على ما اعتقد، الحين ليفل 33 عشان صراحه الزعيم طولت مع ابن الذين مو راضي ماني قادر اهزمه، عشان صراحه كان مره صعب، بس لك رحت قويت نفسي ليفل 33 والحمد لله قدرنا عليه وهزمنا. هو حدك بس تفهم وصدقونا على طول خلاص، يعني ان شاء الله راح تهزم. يعني هو كل سوي يمكن ضربتين وثلاث يقعد يعيدها بشكل كبير. طب دحين بس خلونا ناخذ الاشياء اللي هنا. والله صراحه بس ما كان زعم سهل
بس الحمد لله قدرنا عليه. خلونا دحين نشوف ايش فيه. This is Flack. Copy. Who? How did you get this? No, you know what? It doesn't matter. This is Typhon DeLeon. Listen up. You see that crazy beam of light shooting through the sky? It's pretty cool, right? Well, that means the Great Vault is opening. And if it does, say goodbye to Pandora. So get your case to the Necro de Feo now. Over here, killer. نجي نشوف ايش عندهم. I need to stay busy or my mind wanders. No one... He said Typhon DeLeon. Impossible. He's been missing for decades, ever since he vowed to find the legendary planet of... Necro de Feo. Maya used to tell me stories about it. What is going on? Pandora's not a planet. It's the Great Vault. And Tyreen intends to leech the planet-sized monster within. Destroyer. It's still alive. That's what Tyreen meant when she told me she'd finish what I started. There is still a vault here. Vault Hunter, you should go and see what is inside. I imagine we will need every advantage we can get. Okay, خلنا نروح هنا ونشوف ايش فيه. صراحة شوف زي ما اقول لكم يعني كنت مضطر صراحة يعني لازم اوصل ليفل 33 عشان نقدر على الزعيم ده. Those were in possession of the Pandoran key for quite a while. They could have looted this vault ages ago, but they didn't. Perhaps what is inside is not power, but knowledge. Knowledge that they already had. اوه على السنايبر شوفوا قديش القوة حقته. ايش عندنا؟ رصاص. لا خلاص ما نحتاج. فصراحة كان لازم ضروري اني اقوي نفسي عشان نقدر على الزعيم ده. مسدس ده ضعيف حتى ذا. خلينا نشوف اللي فوق ذا. راح تقريبا اثنين يعني ما هي قد كذا. خلينا نشوف باقي صندوق اعتقد. صندوقين خلينا نشوف ايش فيها. 52 ضرر 94. والله صراحة الاثنين ما هي مرة. خلونا نشوف الصناديق كلها ايش فيها. تقريبا الغالي هو اللي راح اخذه. ناخذ ذا. راح اغلب الاسلحه ضعيفه. ناخذ ذا عشان بس ابيعها. خلاص ما يمدي لي. اوكي اوكي خلاص ان شاء الله كذا احنا بالسليم. نشوف ايش فيه. Capable of translating Iridian language. That's something that has eluded even the top researchers in the field for decades. And yes, I do mean me. This will need further study. Return to me, Vault Hunter. نرجع للهدية. Very good. When you return to Sanctuary, please go to my lab first. I suspect that analyzer might be a missing piece in a puzzle I've been trying to solve. Back to the ship, everyone. We have to find Necro de Feo. And meet the Vault Hunter who started it all. Okay, mission complete, رجال. الحمد لله. صراحة كانت مهمة طويلة وما كانت سهلة. يعني اضطريت صراحة شباب نلعب المهمة دي تقريبا بيومين. يعني ما كانت سهلة. اضطريت إني أروح وقوي نفسي عشان بس نقدر المهمة دي. الحمد لله قدرنا لها بالنهاية. وإن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. بين طلعت لنا مهمة بس إن شاء الله راح نلعب الحلقة القادمة. قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا دي. أتمنى أنكم ما تحرمون من زر اللايك والسبسكرايب. وزي ما توقعت صراحة إنه اللعبة يعني تقريبا 23 شابتر. أعتقد إحنا دحين بالشابتر رقم 20. يعني اللي راح نبدأ في الحلقة القادمة راح يكون 20. يعني خلاص تقريبا مرة قربنا نختم اللعبة الجميلة دي. وإن شاء الله أنا راح أنزل الحلقات هذه بشكل يومي لين ما نختم اللعبة الجميلة دي. فأتمنى أنكم ما تحرمون من زر اللايك والسبسكرايب. وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة. في ملا شباب. I'm out. Peace.